مزاد علني، بيع منازل وقصور عفاش. صنعاء توجه ضربة قاصمة لكلاب العدوان وأبواق المرتزقة. ماذا يحدث في صنعاء؟ عزيزي المشاهد، قبل عرض الفيديو لا تنسى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاشتراك بالقناة دعما لنا وتفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأحداث في وقتها. في صورة تعكس حقدا دفينا على اليمن واليمنيين، تواصل كلاب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأبواق المرتزقة الخونة حملاتهم المسعورة والتحريضية بهدف إفشال أي مساع للسلام في اليمن وصرف مرتبات موظفي الدولة من إيرادات النفط وغاز اليمن، حيث تفبرك مواقع كلاب العدوان وأبواق المرتزقة أخبارا وتقارير كاذبة، وعلى مدار الساعة لا هدف لها سوى إفشال أي بصيص أمل في صرف مرتبات الموظفين اليمنيين المنقطعة منذ العام 2016 نتيجة نقل العدوان والمنافقين لعمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتنصلهم عن تعهداتهم التي قطعوها أمام المجتمع الدولي بصرفها. الكلاب تنبح في مواقع التواصل الاجتماعي. كلب من كلاب العدوان وأحد أبواق المنافقين الخونة جناح الإمارات الذين يفبركون الأكاذيب والشائعات على مدار الساعة، وهذه نبذة مما روج له خلال الساعات الماضية. اصرفها من حق أبوك. الحباري يدعو سلطات صنعاء لصرف مرتبات الموظفين وعدم تصديق العز وجحاف. السامعي يدخل على خط الأزمة بين أبو رأس والمشاط ويتعرض لهجوم عنيف. عبد بشر يجدد تمسكه بصرف مرتبات موظفي الدولة ويتوعد بمحاكمة سلطات صنعاء. رئيس حكومة صنعاء يتحدث عن ثنائي المرتبات والحرية في صنعاء بعد صبر سنوات. كلاب تنبح بحقد يكاد أن يقتل القارئ للتقارير المفبركة والكاذبة التي تنشرها على مدار الساعة، وهي أبواق تتبع طبعا حزب الإصلاح الذي يسيطر على ثروات الشعب اليمني في مأرب ويمنع وصول النفط والغاز إلى صنعاء والمحافظات الحرة إلا بشق الأنفس وتحت أتاوات وجبهات ضخمة تضمن من خلالها ميليشيا حزب الإصلاح وصول الغاز والوقود إلى المواطنين بأسعار باهظة. صنعاء تعلن مزادا علنيا لبيع منازل الموالين للتحالف على رأسهم عفاش. الحوثي يدعو إلى بيع منازل قيادة المرتزقة وتحويلها لصندوق المعلم لصرف المرتبات. وأمام هذه الحملات التحريضية المسعورة للعدوان والمنافقين ضد الشعب اليمني، وجهت صنعاء ضربة قاسمة لكلاب العدوان وأبواق المنافقين، حيث دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إلى حصر منازل وممتلكات قيادات المرتزقة وتقديمها في مزاد علني وتحويل أثمانها إلى صندوق دعم المعلم حتى يتسنى للحكومة صرف مرتبات المعلمين وبقية موظفي الدولة. وقال الحوثي في رسالة على منصة إكس وجهها إلى الجهات المعنية في الدولة: ما لم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني نوجه الإخوة في وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام ببيع أي مقرات مؤجرة لأنصار الله من ممتلكات النظام السابق إذا تأكدت الجهات أنها ليست من أموال ورثها المسؤول عن أبيه أو أمه. أيضا بيع بيوت المرتزقة الذين ثبتت مؤامراتهم على الوطن وتحويلها إلى صندوق المعلم حتى يتسنى للحكومة صرف مرتبات المعلمين، مشددا على التنفيذ بعد العرض على مجلس النواب والمصادقة عليه. وفي تغريدة أخرى خاطب الحوثي الشعب اليمني بالقول: إن أكثر الناس حرصا على عدم صرف المرتبات لموظفي اليمن هم دول العدوان ومرتزقته، فلا تنخدعوا. ولذلك جاء إنذار القائد الأخير وسيؤتي ثماره بإذن الله فلا تبتئسوا. القيادي المؤتمري الزنم يكشف عن بعض ممتلكات حزبه من أموال الشعب. إلى ذلك نشر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور خالد الزنم قائمة ببعض ممتلكات حزب المؤتمر التي استحوذ عليها من حقوق الشعب اليمني أبناء نظام عفاش. جاء فيها: أموال الشعب المنهوبة. فقط توضيح،
كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين بأوجاع الشعب وآلامه، ونحذر من بائعي الوهم لغرض الحصول على تصفيقة وهتافات هو وهم يعلمون بأنها لا تغني ولا تسمن من جوع. فنحن في زمن كشف الحقائق التي نورد بعضا منها على النحو التالي: المؤتمر الشعبي العام ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011، وصار مشاركا ب50% منذ 2012، والآن مشارك ب50% في الحكومة منذ 2016. ما يزال المؤتمر الشعبي العام يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة وقيادات مؤسساتها من مدراء عموم وما تحت وما فوق المناصب. معظم مرافق مؤسسات الدولة بما فيها وزارات مؤجرة من المؤتمر الشعبي للدولة، وزارة الشؤون القانونية مثالا لا حصرا. معظم مقرات المجالس المحلية للمديريات مؤجرة من المؤتمر الشعبي العام، مبنى ديوان محافظة الحديدة مثالا لا حصرا. غالبية الأسواق المركزية يملكها المؤتمر الشعبي العام بما فيها رصيف حاويات ميناء الحديدة مؤجر للدولة من المؤتمر الشعبي العام. استثمارات القطاعين العام والمختلط في البلاد، ومنها بنسبة تبدأ من 10% إلى 50% يملكها المؤتمر الشعبي العام، شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون إلى آخره. عدد كبير من استثمارات القطاع الخاص العقارية في الداخل والخارج يملكها المؤتمر الشعبي العام، أبراج سكنية في مصر والإمارات وغيرها من الدول، ويقال أيضا في أثيوبيا. استثمارات عقارية بواجهة شركات خارجية يشارك المؤتمر الشعبي العام في بعضها بصفته وببعضها الآخر بأسماء قياداته، الشركة الكويتية مثالا وغيرها. طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى إفراد موضوع مستقل، فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة 13 مليار ريال فقط، ويقول لك أين الراتب، ونحن نقول أين الراتب وأين أموال الشعب. هذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير وتعد أموالا عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لسنة 1991، وتحديدا المادة 27، ويستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام، ويأتي ويطالب بموازنة الدولة وهو جزء منها. ومن باب أولى أن يقدم المؤتمر موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقا للقانون المشار إليه آنفا كي يكون قدوة، وبعدها لكل حادث حديث. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.